شكرا أخ هكلا بطل. هذا هو حال موظفي فرع وزارة المالية في محافظة عدن، يواصلون اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي. بدأنا إضرابنا في مكتب مالية عدن ابتداء من يوم أمس الموافق 10/6/2013. موظفو مكتب المالية في محافظة عدن طالبوا وزير المالية بتنفيذ وعوده التي قطعها لهم في يناير من العام الماضي بمساواة جميع الموظفين في فروع الوزارة بالمحافظات، لكن هذه الوعود تبخرت، ما دفع الموظفين لإعلان إضراب مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم. وزير المالية قد وعد سابقا وتعهد بأن كل ما يتم صرفه لديوان الوزارة مقابله يصرف لمكتب مالية عدن وفروعه، ولكن لم ينفذ أي حاجة من هذه المطالب. الموظفون لخصوا مطالبهم المشروعة بإعداد هيكل أجور خاصة بهم واعتماد التأمين الصحي والتدوير الوظيفي وصرف المكافآت الربعية والإكرامية، وكذا تثبيت المتعاقدين، بالإضافة إلى الإفراج عن الدورات التنشيطية التي يقولون أنهم حرموا منها في الفترة الأخيرة، وتوفير مولد كهربائي لفرع مكتب المالية بالمحافظة.